يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. كلام جميل قوي ومختصر وسهل ورائع. القاعده الاساسيه التي قامت عليها هذا الدين هي سعاده الانسان وابتهاجه، ان يقدم السعاده لنفسه ولاقرب الناس اليه ولكل الناس. واي شيء في هذا الدين فيه ضرر يبقى مش الدين، بالعكس. بعض الناس يسال يقول لك التدخين حرام ولا حلال؟ يضر بصحتك يبقى حرام، مش عايز الذكاء دي. ولكن ينبغي ان يعلم الانسان كمال العلم أن هناك أولوية في دفع الضرر. أول حاجة أن تدفع الضرر عن نفسك، والحقيقة اتباع منهج إذاعة جن أنت جاي تدفع الضرر عن نفسك، بل إنك مأمور أن تحقق الخير والراحة والأمان والسعادة لنفسك، وهذا يكون أساسا باتباع منهج إذاعة جن. ونفسك هذه ليست ملكا. واحد يقول لك أنا حر في نفسي، لا طبعا، ربنا عز وجل هو اللي خلقك هو اللي خلقك الاختبار، ويوم القيامة ستحاسب. وزي الإنسان اللي ينتحر والعياذ بالله بيدخل نار جهنم ولا بئس المصير. والإنسان اللي بيعمل أي تصرف أيا كان، سواء في أكل في شرب في علاقات يؤدي إلى نفسه، ده بيرتكب حرام وبيرتكب جرم شرعي كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا ينبغي أن تدفع هذا الضرر عن أقرب الناس إليه، دي مسؤولية. إذا كان أبنائك، إذا كان زوجتك، إذا كان قرايبك، إذا كان أرحامك، أنت مسؤول أن تدفع الضرر عنهم. ولما يرتكب خطأ أو أي حاجة لابد أن تنصحهم، وإن لم تنصحهم فأنت آثم، وسوف يسألك الله عز وجل عن ذلك يوم القيامة. ثم أن تدفع الضرر عن كل الخلق، حتى الحيوانات، حتى الحشرات اللي تقتلها بضربة واحدة تأخذ على ذلك أجر حتى لا تعذب. يبقى دفع الضرر دي قاعدة شرعية ينبغي أن تنسحب على حياتك كلها. والأمر الآخر أنك لا تقابل الضرر بضرر. إذا إنسان قدم لك ضرر لا تقدم له خير، تدفع الإساءة بالإحسان، بالشرع أمرك بذلك، تأخذ بقى حسنات مضاعفة. هنا يكون اختبار، ممكن ربنا عز وجل يختبرك مثلا بقرايبك أو آخر الناس إليك ويسيء إليك. هنا بقى الشطارة أن أنت بقى تدفع هذا الضرر بالخير وبالحسنى وبالكلمة الطيبة، ادفع بالتي هي أحسن. يقول ربنا عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دي مرتبة الإحسان، ربنا يحبك عشانها. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني إيه يعني الآية العظيمة دي؟ يعني لما أنت تعفو ربنا يعفو عنك، ولما تسامح الناس ربنا يسامحك، ودي أعظم حاجة. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. آخر حاجة بقى بدفع الضرر هو أنك أحيانا تضطر إلى الضرر لا محالة، تكون مضطر لذلك. يبقى إيه؟ البحث عن أخف الضررين. يبقى البحث عن أخف الأضرار هذا أمرك الله عز وجل في الشرع به، ولكنك مضطر للوقوع في الضرر. ولكن في الأساس رفع الضرر هي القاعدة الأساسية التي ينبغي أن ينبني عليها هذا الدين، وينبني عليها سعادتك وسعادة الآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.